ندى الأشمون يا جماعة عملت كوميونيتي كبير جدا ومهم جدا على الفيسبوك اسمه ميس باسكت. ده فعلا أكبر كوميونيتي في مصر ويمكن في الوطن العربي كمان، بيهم الستات وموجود على الفيسبوك وبيرد على أسئلة كتير جدا الستات كلها بتهتم بيها. هي بقى موجودة معانا النهاردة عشان ترد على كل الأسئلة اللي هنكون عايزين نعرفها. ازيك يا ندى؟ هاي شيرين، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ندى، في الأول كنت عايزة أسألك بقى سؤال مهم، أنتي أصلاً إيه الباك جراوند بتاعك؟ درستي إيه؟ عملتي إيه؟ إيه علاقتك بالفيسبوك كوميونيتي ده؟ يعني درستي إيه قبل ما تدخلي فيه؟ هل درستي الموضة؟ هل درستي حاجة تانية؟ كنت بتعملي إيه في الأول؟ بصي، وانا اكشلي درست اعلام واشتغلت في البترول، حاجه ملهاش اي علاقه خالص. وبعدين بس كنت طول عمري بحب قوي الماركتنج وبحب قوي اي حاجه فاشن ريليتد، فبعد شويه قررت ان انا اعمل فيسبوك جروب. ما كنتش بفهم خالص في الحاجات دي، بس قلت عايزه اعمل حاجه تبقى فيها ماركتنج ويبقى فيها تعامل مع ناس كتير، وفي نفس الوقت نقعد ندي فاشن تيبس اند تريكس. بس كنت متخيله هيفضل صغير قوي، بس ليتر اون بقى كبر جدا. يعني انت ما كنتيش قاصده ده من كنت الاول بشتغل في تعملي حاجه حاجه كبيره؟ بترول. انت اصلا ابتديتي وانت لسه بتشتغلي في شركة بترول؟ يس. اول سنة كنت لسه بشتغل، وبعدها فترة كده قررت بقى ان انا اتفرغ له واكبره اكتر وكده. فبس اول سنة كنت لسه بشتغل. لسه كنت بتعملي حاجتين في نفس الوقت؟ اه ايه ده؟ طب هايل. طب لما لقيتي ان الجروب بيكبر بيكبر بيكبر، هل دي حاجة خضتك ولا انت كنت قاصدة ده من الاول وقلتي لا انا هعمل حاجة وهكبرها وهبقى اكبر جروب في الدنيا، ولا انت كنت عاملاها كده زي ما بتقولي بجد ومش في لا، بالك؟ كنت عاملاها، كنت فاكره ان هو لما يكبر قوي يبقى فيه 1000 حد وكلهم صحابي فريندز اوف فريندز. بس عارفه لما بتبقى حاجه جينيوين قوي وبتبتديها قوي من قلبك وكلها صحابك، فاي جاس عشان كده ابتدى يكبر قوي، عشان هو فعلا ابتدى جينيوين قوي. اه بالظبط. طب ايه اللي مميز في الجروب ده وايه اللي خلاه يكبر كل ده؟ يعني هو واضح ان هو مختلف عن بقيه الجروبس، ناس كتير جدا عملت جروبس، بس ايه اللي مميز فيه وخلاه يكبر كده؟ بصي، من ساعه ما ابتديته وقررت ان هو يبقى كومفورت زون، كنت مركزه قوي قوي في الحته دي، انك لما تحطي حاجه تبقي حطاها وانت مرتاحه ومبسوطه وبتعبري عن نفسك. نو وان از جاد، محدش بيحكم عليكي، محدش بيقول لك كومنت وحش. فبتهيالي هو ده اللي خلى الناس تحس ان هي مرتاحه فيه، فاهمه قصدي؟ مكان سيف زون، بيطلعك من الستريس بتاع الحياه والضغوطات اللي كلنا بنتعرض لها. فكنت مركزه قوي ان انا عايزه احافظ على الحته دي، انك لما تفتحي جروب تحسي انك مبسوطه ومودك لذيذ وبتشير حاجات حلوه والستات بتديكي بوزيتيف انرجي. فعشان كده بتهيألي وحاجات مفيده كمان اكيد حاجات برضه. مفيده. بصي برضه لما ابتديت ما كنتش متخيله ان هو هيعمل كده، بس عملنا فيه حاجات بجد كتير قوي مفيده. عملنا سبورت اللوكال براندز كتير قوي، عملنا بازارات، عملنا جمعنا بعض ورحنا مستشفى 57 357. هايل. فعرفت ان انا اعمل منه حاجات تانية غير ان هو يبقى كوميونيتي جروب. يعني اخدت الناس اللي على الفيسبوك دي وقابلتهم في الحقيقة بطرق مختلفة. ايه ده؟ الله، حلو قوي. طب ايه اكتر موضوع بتتناقشوا فيه على الفيسبوك جروب؟ الرجالة طبعا. يا شيرين هنتكلم على ايه؟ ما بحبش الرجاله، الرجاله مضايقنا. لا لا والله، بنتكلم في كل حاجه، اللبس، الترندز ايه دلوقتي، تلبسي ايه وانت رايحه خطوبه، تروحي تعملي ميك اب عند مين في فرحك. ونتكلم برضو بننم مع الرجاله، ويعني بنعمل كل حاجه. هم قص الفساد هم كله. قص الفساد والمصايب في كل حاجه. بصي، ميس باسكت حياه، يعني بيرفلكت الواقع. اي حاجه متخيله الناس بتتكلم فيها في الشارع هتلاقيها بنتكلم فيها، بس مع بعض في كوميونتي جروب مقفوله. فبجد في كل التوبكس واي حاجه تتخيليها بنتكلم فيها. بس ندى، انا بسمع ان في ناس عشان تدخل الجروب لازم طبعا تبعت ريكوست ويطلبوا الطلب ده ويستنوا. في ناس ممكن تقعد سنه عشان بس تردوا عليها تقول لها اه او لا. انا لو قعدت سنه كمان. وفي الاخر اتقالي لا، ثلاث وكام؟ سنين 3 سنين؟ اه ايه ليه ندى ده بقى؟ في ايه يا حبيبي؟ ايوه ليه كده؟ انا هقول لك ليه. بس حرام الناس بتفهم ان هي اللي هو ايه ده، ليه انتوا فاكرين نفسكم؟ بس والله لا، بس فكره انا بحاول احافظ عليه، ما ادخلش فيه فيك اكونتس خالص. نبقى متاكدين اللي داخله دي فعلا بنت هتبقى انترستد في التوبكس اللي احنا بنتكلم فيها. فشويه بنبقى سيلكتيف، مش عشان اي حاجه غير ان احنا نحافظ زي ما قلت لك في الاول، هو لازم يفضل كومفورت زون. فعشان تفضلي مرتاحه فيه لازم تبقي قاعده في وسط ناس شبهك. صح. فعشان كده وير بينج فيري سيلكتيف. حلو قوي. طيب ناس كتير قوي ممكن تشوف الجروب ده وتقول ايه يعني ده فيسبوك جروب؟ انا هفتح جروب بكره الصبح، ده حاجه سهله جدا. النهارده هتكلم في موضوع يهمني، بكره خالتي هتتكلم، بكره صاحبتي هتقول، هنلاقي مواضيع. وايه يعني ايه مس باسكت دي؟ انا كمان هبقى اقوى من مس باسكت كمان. الموضوع طبعا مش بالسهوله دي. طبعا. ازاي بقى؟ ايه اللي صعب فيه وايه اللي مخليه مش سهل وايه اللي مخلي النجاح بتاعه دي حاجه مميزه ومختلفه؟ ومكمله. عارفه ليه بقى؟ هقول لك مكمله. انت فيكي حاجات كتير قوي كشيرين حمزي مميزه جدا، ممكن حد تاني يطلع بكره يقول هتكلم زيها، هعمل شعري زيها، هحاول ابقى شيرين بالظبط، استحيله تبقى زيك. سهل قوي ان هي تقلدك، بس مش هتعرف تبقى زيك.
فسهل قوي ان حد يطلع يعمل جروبس كلنا شبه بعض، بس في الاخر الكونتنت الحقيقي اللي هو في الاخر انا لما بتكلم في ماس باسكت بتكلم كندا بطريقتي، بالطريقه اللي الناس عارفاها بتحبها، بتكلم في التوبكس اللي شبهي وشبههم، مش بحاول اعمل زي حد تاني. انت عارفه لما عملت ماس باسكت عملت ايه؟ عملت ليف لكل جروب، يعني سبت كل الجروبس اللي انا كنت موجوده فيها على فيسبوك عشان حتى ما يبقاش جوايا غصب عني اشوف حاجه تاثر فيا فممكن اعمل غصب عني حاجه شبهها. كنت حابه ان الجروب ده بجد يبقى شبهي بطريقتي بشخصيتي. انت بس ما يبقيش عندك حتى ان انت تاخدي ممكن لا ارادي يعني اشوف حاجه اشوفها غصب عني اروح عامله زيها. فقررت اعمل ليف لكل جروبس وابقى بجد بعمل حاجه شبهي 100%. ايه ده، برافو عليكي والله، فكره حلوه قوي. ما سهل قوي ان احنا نقلد، صعب قوي تعملي حاجه تفضل حقيقيه. صح. بس يا ندى، غير الفيسبوك كمان انت كندى الاشموني، مش مس باسكت بقى، انت كندى الاشموني مشهوره جدا على الانستجرام كبلوجر. احكي لي عن حياه البلوجر، وايه اللي بيميز واحده بلوجر من البلوجر الثانيه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ عجبني قوي السؤال. بصي اكشلي في بلوجرز كتير جدا جدا في مصر، بس بالوقت اكتشفت ان كل بلوجر في ناس بتحبها. يعني هتلاقي كل حد ليه المتابعين بتوعه اللي بيحبوه، بيحبوا طريقته، بيحبوا الحاجات اللي هو بيتكلم فيها. فمش بتبقي مميزة على قد ما الناس بتختارك، فاهمة قصدي؟ يعني الناس بتختار كل حد شبهها، فمش بشوف فيها حاجة مميزة على قد ما انا برضو بحاول ابقى قد ما اقدر حقيقية، بشير حاجات طول الوقت، بحس ان مش عايزة ابقى بصحى الصبح اتصور صورة حلوة واحطها وخلاص. فبحب اشير كونتنت مع ولادي او محتوى مع ولادي ومع عيلتي، وانا مسافرة وانا متضايقة وانا مبسوطة، عشان في الاخر يوصل للناس ان انا عايشة حياة حقيقية زيكم بالظبط وعندي نفس المشاكل اللي عندكم بالظبط كده. فالناس تقدر ساعتها تحس ان انت واحدة منهم، واحدة من عيلتهم، ممكن واحدة صاحبتهم، فساعتها يحس ان هم يعرفوك وعايزين يعرفوا اخبارك اكتر. بالظبط. احلى بكتير طبعا. وبحاول على قد ما اقدر ارد، يعني بحاجه صعبه شويه بس احاول على قد ما اقدر لما حد يسالني على حاجه ارد. لما افتكر تيب معينه عارفه ان هي ممكن تفيدهم او بشوف ناس كتير بتسال عليها ارد. بحس الناس تهتم قوي بحاجات الامهات والاطفال ومشاكل الاطفال، فبحاول اشير على قد ما اقدر حياتي الشخصيه على في حدود طبعا اللي ينفع أكيد. اقولها، بس بحاول اشير على قد ما اقدر، وزي ما قلتي الناس تحس في الاخر انك واحده منهم. حلو قوي. طب قولي لي ازاي ابتدى يبقى في براندز عالميه وبراندز كبيره مهتمه ان هي تشتغل معاكي؟ يعني انت اللي بتبعتي لهم، هم اللي بيبعتوا لك، ايه اللي بيحصل عشان واحد يقدر يبقى بيشتغل مع براندز مهمه زي دي؟ بصي، لا عمري ما بعت البراند وقلت له عايزه اشتغل معاك، بس طبعا فخوره باي براند انترناشونال انا اشتغلت معاه. بس دايما الموضوع بيبتدي ان انا هم سمعوا عني فبيبعتوا لي، قابلتهم في ايفنت، اتعرفت عليهم من خلال ناس، بس دايما الموضوع بيبتدي كده. والحمد لله لما بشتغل مع حد بشتغل معاه دايما تاني، فواضح ان هو بيبقوا مبسوطين. طب الحمد لله، دي اهم حاجه طبعا. ايوه. طب قولي لي كده يا ندى، في يوم كده صحيتي ولقيتي ان بخ مفيش فيسبوك، الله خبر، هو ده الرياكشن؟ ده خبر جميل قوي بجد. هتحسي بايه؟ هتعملي ايه؟ ما هو انت برضو يعني جزء من شغلك الاساسي اللي هو مس باسكت على الفيسبوك، فلو فيسبوك اختفى هتعملي ايه؟ عندي شغلي على انستجرام وعندي بازارات بحب قوي اعملها، ولو سوشيال ميديا قفلت خالص هبقى بعمل بازارات، ولو ما بقاش في بازارات وحصل حاجه بعد شهر زي الكورونا تاني هقعد مع العيال في البيت. يعني بحس لا، طول الوقت ممكن افكر في افكار جديده. بس عايزه اقول لك انا عامه مش من الناس اللي برتاح بسهوله، يعني انا اول بازار عملته في حياتي كنت لسه والده بقالي شهر، وقررت ان كانت لوكال براندز بتبعت لي كتير قوي تقول لي عايزين نبعت لك لبس للبيبي. فقلت طب يعني كميه اللوكال براندز اللي موجوده دي في مصر، طب انا اعمل لهم بازار. واول بازار عملته كان ابني عنده سنه، وبازار كان بجد صغير قوي، كنت طول البازار شايلاه، بس البازار الحمد لله كان ناجح جدا. فانا عامه مش يعني هلاقي دايما حاجه تانية اعملها. يعني ايه ده حلو قوي، طب برافو عليكي. يعني أيوة. مش هتغلبي مش هغلب، لا لا اقفلوه براحتهم. هتلاقي حاجه برضه، هلاقي حاجه اعملها اكيد. طب ازاي بزنس زي ده ممكن يتطور يا ندى؟ يعني الفيسبوك اكيد مش هيقعد العمر كله، ممكن الفيسبوك زي ما قلنا يختفي، ممكن يبقى في حاجات اهم منه، ممكن يطلع ابلكيشنز ثانيه، ممكن يبقى السوشيال ميديا مش اهم حاجه زي ما انا واحنا صغيرين مثلا ما كانش في اصلا سوشيال ميديا طبعا، فبالتالي محدش عارف بكره شايل ايه من الناحيه دي. ممكن تعملي ايه ساعتها؟ بصي دايما بفكر ان انا نفسي اعمل براند اسمه ماس باسكت. براند بمعنى يبقى ليا ستورز، وممكن الستورز دي بعد كده تبقى انترناشونال ستورز. فدي حاجه على البلان بتاعتي من قبل ما السوشيال ميديا تقفل او ما تقفلش، بس بفكر قوي ان انا نفسي اعمل براند ويبقى براند الناس كلها عارفاه، بس براند حاجه بتشتريها. ايوه. فا اكسايتد قوي ان انا اشتغل على ده قريب، اعمل بروجكتس يعني. الله يا ريت والله فعلا. فلا اكيد هعمل حاجات تانية. مش حاسه ان فيسبوك ده هيوقفني، بس طول الوقت بحس ان انا ممتنه قوي للفيسبوك، او ممتنه والله للسوشيال ميديا ان انا ابتديت في السوشيال ميديا، فاكيد طول الوقت هتبقى ليها معزه خاصه جدا في قلبي. بالظبط بالظبط.
طب بقول لك ايه بقى، تيجي نلعب شويه؟ انا موافقه. صح، يلا نلعب دلوقتي حالا. احنا كتير وكلامنا في مواضيع مهمه كتير، حاسه ان احنا ايه نلعب دلوقتي حالا. طيب حلو قوي، هسالك كام سؤال أوكي. وتردي بالمضرب ده. ماشي. تمام ولا اي كلام؟ ده انا جاهزه. لو تمام يبقى تمام، لو اي كلام هتعملي برضو بالمضرب بس بعدها تقولي لي ليه هو اي كلام. اوكي حلو قوي. حلو قوي. جاهزه يا ندى؟ جاهزه جدا. يلا بينا. يا ترى في مره قريتي نصيحه على مس باسكت وعملتيها فعلا؟ طبعا طول الوقت يا ندى. والله العظيم طبعا طول الوقت. عشان بيتفرجوا عليا بس، عمري ما سمعت كلامكم. لا لا والله بجد حاجات كتير. طب يا ترى عرفتي حاجه جديده ما كنتيش تعرفيها خالص وعرفتيها من خلال مس باسكت؟ طبعا انت لو دخلتي جروب النهارده، بس يعني شيرين مش اكتف قوي اون فيسبوك، بس لو دخلتي جروب النهارده هتعرفي حاجات كتير قوي ما كنتيش عارفاها. لا فعلا. والله العظيم طول الوقت معلومات جديده. فطبعا. طب يا ترى مره جالك كومنت بايخ كده شويه واضطريتي تمسحيه؟ تمام طبعا. بتمسحي كومنتس؟ بمسح الكومنتس مش ليا بس، عامه انا قلت لك انا بحاول اعمله كومفورت زون، فلو انت حطيتي صوره حد قال لك كومنت وحش، طبعا طبعا بنمسح اي حاجه ممكن تضايق اي حد. يعني دي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي، ممكن يبقى ليها علاقه بالتنمر او طبعا كده. طبعا لا، اي حاجه ممكن تضايقك او تاثر عليكي او كومنت على شكلك، لبسك، طريقتك، اي حاجه، كل الحاجات دي بتتمسح. ولو اتكررت بنشيل الممبر كمان. فعلا ممكن ناس تطردوهم خالص وتشيلوهم. لو حسينا ان هي طريقتها كده اجريسيف مع الناس، بتقول كلام مش كويس، طبعا بتتشال. طب يا ترى مره جالك سؤال غريب شويه ما كنتيش عارفه تجاوبي، مش عارفه تقولي ايه؟ حصل فعلا. انا عايزه اقول لك حاجه إيه؟ اول مره اقولها، بس احنا كنا عاملين حاجه اسمها افتر ميد نايت تشيت شات. اوكي. اسئله بنسالها بعد الساعه 12، اي سؤال بقى بيجي في دماغك. لا بجد كميه الاسئله والحاجات الغريبه اللي كانت وقفناها بقى خالص من كتر ما الاسئله كانت غريبه جدا. طب يا ترى عمرك كنت عامله مسابقه وكان في اكتر من حد عاملين كل اللي انت طالباه ومنفذين الشروط حلو قوي، وقاعده محتاره تكسبي مين ولا مين؟ بتحصل. بصي احنا بنعمل على طول مسابقات كل يوم تقريبا، بنعمل مسابقه. في مره مسابقه جه فيها 100,000 كومنت، واحنا نختار ثلاثه، فاحنا يوجولي بنختار 1 2 3 10 بالكثير قوي، واقل مسابقه بيبقى فيها 1000، فطبعا بتختاري تبقى بصعوبه. بس عايزه اقول لك دلوقتي في ابلكيشنز بتحطي عليها المسابقه وهي اللي بتختار، عشان يبقى حاجه راندوم 100%. بالظبط. وبحاول كمان ما نكررش، يعني لو حد كسب النهارده نتاكد ان هو في خلال السنه دي مش هيكسب تاني، عشان ندي فرصه لناس تانيه. طبعا. طب يا ترى في مسلسل مثلا شفتيه بسبب الدعايه والهايب الكبير اللي اتعمل على مس باسكت؟ انا عايزه اقول لك انا في رمضان بجد اول يومين مش بتفرج على اي حاجه لحد ما اشوف هم هيتكلموا على ايه، وبعدين ابتدي اتفرج معاهم واتابع معاهم وبنتفرج كلنا مع بعض. فعلا. ها؟ أيوة. ايه ده؟ طب حلو قوي دي. قوي. لذيذ الموضوع ده. ندى بجد بشكرك جدا جدا ان انت كنتي معايا النهارده، مهما اقول لك كان نفسي اقعد ادردش معاكي اكتر ازاي، وعندي لسه اسئله كتير، بس مع الاسف الوقت خلص. بس ان شاء الله ترجعي لنا تاني هنا مره تانية، ويبقى ساعتها بقى عملتي المحلات اللي نفسك فيها. شيرين انا بجد كنت مبسوطه قوي قوي ان معاكي النهارده، من مرسي. احلى الحلقات اللي انا طلعت فيها، وانت بجد مذيعه خطيره. ميرسي يا ندى جدا. بس اي كانت ويت ان احنا ان شاء الله مع بعض مره تانية. اكيد ان شاء الله. ميرسي جدا جدا، وانا اللي سعيده وفخوره ان انت معايا النهارده. ثانك يو يا شيرين، ربنا يخليكي. ميرسي جدا جدا.